السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناه من الاخر وخلاص معكم محمد نور موعد مباراه السد القطري امام الوحدات الاردني مباراه قويه في الجوله الثالثه من دوري ابطال اسيا متابعينا الكرام لأول مره نزورها في القناه زي اشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى التوقيت اللي قدامك ده توقيت مصر وليبيا والسودان المباراه معادها الساعه 9 مساء بتوقيت الاردن وقطر ومكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان يبقى 9 مساء بتوقيت قطر والأردن المباراة بعد الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان وبعد الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 6 مساء بتوقيت جرينيتش وموريتانيا متابعين الكرام ملعب استاد الملك فهد الدولي سيستضيف المباراة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا قناة أو موقع وتطبيق جي إس إي لايف هيستضيف المباراة ولكن بيبث في السعودية فقط ومعلق المباراة خالد اليوسف ممكن تشوف المباراة على موقع كوره لايف او موقع يلا شوت كان معكم محمد نور الدين من قناه اخر خلاصه اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته